السيد فرناندو رامي اللي شارك بدلا من سعد السلولي، وعبد الفتاح ادم صاحب الهدف هو اللي بينال الانذار. بص رونالدو بقى ساب الكوره الى تاليسكا، تاليسكا وايباسي، تاليسكا وايباسي، ايباسي وتاليسكا وايباسي، تاليسكا. روح النصر، روح النصر، روح النصر، تعيد النصر الى المباراه بالهدف الثاني ليتقدم العالمي، ليتقدم العالمي. رونالدو وتاليسكا، اثنين النصر واحد ابها، وهدف ثاني عن طريق تاليسكا. اسمع احتفال حفلة مرسول بارك برعاية تاليسكا بالهدف الثاني في الدقيقة 86. تاليسكا يسجل الثاني في الدقيقة 86 من علامة الجزاء، ليتقدم النصر 2-1 ليقلب المباراة. اللقطة الماضية الفارو مع عبد الفتاح ادم ولمسه اليد الا لقطها الفار، وهنا تاليسكا راح لها ايباسي ولكنها كانت قويه من تاليسكا. لكن حدثني عن الاثاره، اقول لك رونالدو سابها لتاليسكا حتى يستعيد النصر بريقه. تعاون ما بين تاليسكا ورونالدو والاحتفال. لقطه بالتاكيد تحسب لرونالدو، خد الكوره وقال لتاليسكا اتفضل انت روح. البكاء والفرحة والدموع وسر من أسرار الانتصارات دائما وأبدا في النصر هي روح النصر. وهذه اللقطة لا تسأل في النصر كم حققت من بطولة، ولكن اسألهم لماذا عشقتم النصر من الطفولة. هي روح النصر.